تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة أهلا السيد. ومرحبا دكتور، حياكم الله. سماحة السيد، طرحتم في الحلقة السابقة أطروحة أخرى للحوار العلمي. الآن السؤال عن خصوصية هذه الأطروحة، فما هي خصوصيتها ولماذا ترجحونها على الحوار المباشر كما هو المعتاد في بعض الفضائيات؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه في الحلقة السابقة قلنا بأنه يمكن أن نطرح أطروحة أخرى للحوار العلمي ولبحث الموضوعات الأساسية الفكرية والعقدية من خلال هذه الأطروحة، لا الأطروحة المتعارفة والتي عهدناها لعله في السنين الأخيرة على بعض الفضائيات. نعم. طبعا بودي أن أشير أن هذه الأطروحة بأسلوب علمي رصين ومتقن من غير إساءة لا إلى الفكر ولا إلى من يعتقد بذلك الفكر، لا إساءة ولا إهانة ولا تسفيه ولا طعن ولا نحو ذلك. نعم. ويترك الأمر للمشاهد الكريم أنه يختار هذا القول أو يختار ذلك القول. أحسن. نعم. فيتبعون أحسنه، يستمعون هذه الكلمات ويستمعون تلك الكلمات، هذه أحسنت. الأطروحات وتلك الأطروحات ويتبعون أحسنها. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم سوف يكون هو الحلقة التي يشترك في معنا في هذا الحوار وفي ذاك الحوار، وبإمكانه من خلال الاتصال المباشر أن ينقل وجهة النظر من تلك الفضائية إلى هذه الفضائية، من تلك القناة إلى هذه القناة، وبالعكس أيضا. نعم. ينقل وجهة النظر التي نطرحها هنا لتناقش في فضائية أخرى بشكل هادئ ورصين ومحكم وعلمي وسليم. نعم. هذه الطريقة كما أشرت كانت متعارفة في حواضرنا العلمية وفي حوزاتنا العلمية، في حوزة النجف، في مدرسة النجف الحديثة، وفي حوزة النجف الحديثة نحن كنا نجد أن هناك مجموعة من الأعلام يطرحون مسائل وهناك تلامذة يشتركون بين هؤلاء الأساتذة وهؤلاء العلماء فينقلون رأي هذا العلم وهذا المجتهد وهذا المحقق إلى شخص، إلى علم آخر، إلى مجتهد آخر، من غير أن تذكر الأسماء ومن غير أن تسفه ومن غير أن تطعن ومن غير أن تتهم، وإنما كرأي علمي يقال أنه يطرح مثل هذا الفكر، فماذا تقول أنت في هذا المجال؟ نعم. أما الطريقة المتعارفة اللي الآن مع الأسف نجدها على بعض الفضائيات، أنا في نظري أن فوائدها أو مضارها أكثر بكثير من الفوائد والإيجابيات المترتبة عليها. أنا أشير إلى بعض هذه السلبيات والمضار المترتبة على الحوارات المباشرة التي نجدها أو نتلقاها على بعض هذه الفضائيات الموجودة. المسألة الأولى التي نلاحظها في مثل هذه الحوارات المباشرة أنها في الأعم الأغلب ارتجالية. أحسنت. لماذا؟ باعتبار أن المسألة تطرح مباشرة. نعم. لا المتكلم قد درسها بدقة ولا المجيب أيضا يستطيع أن يجيب عنها بدقة وبمراجعة وباستناد إلى المصادر والآيات والروايات ونحو ذلك. نعم. فبطبيعة الحال الحالة تكون حالة ماذا؟ حالة ارتجالية. أحسن. وليست حالة علمية متقنة ورصينة. نعم. نعم. النقطة الثانية أو السلبية الثانية الموجودة في هذه الحوارات المباشرة أنها في الأعم الأغلب بل في كثير كلها تقريبا
تنجر إلى حالة من الجهل من الجدل للغلبة. يعني كيف أن هذا الطرف يتغلب على ذاك وذاك الطرف يتغلب ماذا على هذا، وهنا تضيع الحقيقة. يعني بعد لا يوجد هناك هدف للكشف عن الحقيقة، لا هذا الطرف بصدد الكشف عن الحقيقة ولا ذاك الطرف بصدد الكشف عن الحقيقة، وإنما كل همه ينصب على ماذا، كيف ينتصر على الخصم على الطرف الآخر اللي في هذه الحوارات تجدون أنها كأنهما متعاديان متخاصمان، كأنهما معركة هناك، كيف يتغلب هذا مع أنه في المباحث العلمية ليس الأمر كذلك. النقطة الثالثة والسلبية الثالثة التي تبتلى بها الحوارات المباشرة أنها مفتوحة لغير المتخصصين، لأنها برامج ماذا مباشرة، فيدخل فيها من ليس له تخصص في هذا المجال. وبطبيعة الحال إذا كانت أيضا تدخل فيها كلمة غير المتخصصين فبطبيعة الحال بعد لا تستند إلى أسس ماذا علمية. السلبية الرابعة أنها تكون كحالة كشكولية إن صح التعبير، يعني تجدون انتقال من مسألة إلى مسألة من مسألة إلى من غير أن تنقح المسائل، من غير أن توضع في ميزانها وموازينها وفي نصابها حتى يجاب عنها وينتهى عنها. ولذا تجدون هذا ينقض على هذا وهذا ينقض على هذا، هذا يشكل على هذا وهذا يشكل على هذا، هذا لا يجيب على هذا وهذا لا يجيب على هذا. ولذا أنتم وجدتم في كثير من هذه الحوارات هذا الطرف يقول أنت لم تجبني على أسئلتي، وذاك الطرف الآخر يقول أيضا أنت لم تجبني. لماذا؟ السبب أنها ارتجالية، هو لم يستحضر الجواب حتى يجيبه بشكل علمي، فيحاول أن ينتقل من مسألة إلى مسألة من مسألة. وهذه السلبيات التي نجدها في الحوارات المباشرة سوف تنتفي جميعا في الحوارات في الطريقة وفي الأطروحة التي أنا أطرحها. لماذا؟ لأنه أنا الآن عندما أأتي هنا يوجد عندي موضوع محدد، راجعت المصادر، وقفت على الكلمات، عرفت ماذا يقول الطرف الآخر، أبحثه بشكل علمي ودقيق، والطرف الآخر والاتجاه الآخر والقول الآخر والمدرسة الأخرى عبر عنها ما تشاء، أيضا هو عندما يستمع إلى كلامي بشكل دقيق ومستحكم عند ذلك يراجع الأدلة، يراجع المصادر، يراجع الآيات، يراجع الروايات، يراجع التاريخ، عندما يقول شيء لا يقوله على عواهنه، عند ذلك سوف يكون علم بحثا علميا وحوارا علميا متقنا. ولذا من هنا أنا أعتقد، ومن هنا جاء اقتراحي لهذه الأطروحة، ولا أوافق على تلك الأطروحة. لذا بعض الإخوة الأعزاء الذين اتصلوا في الحلقة السابقة وقالوا نحن نؤمن أي فضائية يريد فلان حتى يجلس مع فلان، هسه سواء كنت أنا أو غيري أو كان الطرف الآخر فلان أو فلان، هذا لا يؤثر كثيرا. وأنا أتصور أن الطريقة الفضلة هي هذه الطريقة التي أشرت إليها، وهي أني أتكلم في هذه الموضوعات التي هي تهم جميع المسلمين، وأنا أطرح أطروحتي العلمية في هذا المجال، في المقابل فليطرحوا أطروحتهم العلمية، وجميعا يتمسكون بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إما هذا الاتجاه أحسنتم. وإما ماذا بذاك الاتجاح. حياكم الله، شكرا لكم سامح سيد. والقرآن واقع يؤيد هذا، هو هذا منهج، يقول واجادلهم بالتي هي أحسن. أحسنتم هذا، وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله في الأسلوب الذي سنشير إليه سأبين هذه. نعم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في نعم. هذا في الأسلوب، هذا دكتور، هذا كله سيأتي إن شاء الله. طيب يعني إذن الآن لم أعرض الأسلوب، إذن لندخل في الأسلوب. إذن ما الأسلوب الذي تتبعونه؟ جزاكم الله خير. هذا الذي أشرتم إليه واقعا هو صلب البحث القرآني. القرآن الكريم باعتبار أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مدعو إلى أن يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى القرآن وإلى الإسلام، أدعو إلى سبيل ربك. وأنا أتصور أن القرآن الكريم له أطروحة كاملة في هذا المجال، توجد عنده نظرية كاملة في هذا المجال، وكاملا بيّن الأسلوب الذي ينبغي أن يتخذ في أي حوار علمي،
وذلك الحوار لم يكن بين الطرفين مسلمين دكتور، أحسن. وإنما كان بين طرف مسلم وكافر، مسلم وطرف مشرك وطرف كافر، أحسن. وطرف لا توجد هناك مشتركات بينه وبين ماذا؟ الطرف الآخر، أحسن. فكيف ونحن توجد بيننا ماذا؟ أكثر مشتركات كثيرة، نعم. مشتركات كثيرة موجودة، نقاط اشتراك كثيرة موجودة. على هذا الأساس أنا أتصور بأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم، أنا أحاول أن أقف عند آيتين دكتور إذا تسمحوا لي في هذا المجال. الآية الأولى وهي الآية الواردة في سورة النحل، الآية 125 من سورة النحل، نعم. قال تعالى في هذه الآية: أدعو إلى سبيل ربك. بطبيعة الحال نحن كأتباع مدرسة أهل البيت نعتقد أن سبيل الرب هو ماذا؟ هو مدرسة أهل البيت، أحسنت. وفي الطرف الآخر وهم مدرسة الصحابة ومدرسة الخلفاء، وأنا وأرجح عبارة الصحابة على عبارة ماذا؟ عبارة الخلفاء، لأنه تعبير الخلفاء عام، نعم. وهم لا يقولون بأنه نحن تابعين لكل الخلفاء، وإنما يقولون تابعون نحن ماذا؟ للصحابة محددين، نعم. ولذا تعبير مدرسة الخلفاء تعبير عام، تعبير الدقيق هو مدرسة ماذا؟ الصحابة. مدرسة الصحابة في قبال مدرسة من؟ في قبال مدرسة العترة أو مدرسة أهل البيت. ولذا أيضا لا أوافق على تعبير أهل السنة والجماعة. لماذا؟ باعتبار أننا جميعا كما ذكرنا في أبحاث سابقة نحن أيضا أهل السنة ماذا؟ والجماعة. ندعو أيضا إلى السنة النبوية، وأصلا نحن الذين نعتقد، وإن شاء الله هذا البحث سيأتي لاحقا دكتور، وهو أنه نحن نؤكد على دور السنة في فهم المعارف الدينية. لعل الآخرين يقولون لا دور للسنة، حسبنا كتاب الله. أحسنتم. نحن الذين نؤكد على دور السنة النبوية في فهم الدين وفي تأصيل الدين وفي تأسيس المعارف الدينية وفي فهم المعارف الدينية. إذن نحن أهل السنة بهذا المعنى. أحسنتم. لا هم الذين يقولون أي شيء تسأل يقول ضع البخاري على جانب وضع أصول الكافي على جانب، تكلم معي مع القرآن. إذن هذا هو أهل السنة؟ هذا أبدا هذا ليس أهل السنة. أهل السنة من يرى أن النبي الأكرم، وهذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف أقف عند هذه النقطة، ومن الآن أبين للمشاهد الكريم إن شاء الله تعالى في كل حلقة سوف نبين الحلقة القادمة ما هو موضوعها، حتى المشاهد الكريم إذا أراد أن يطالع، أن يراجع، أن يسأل، أن يستفهم، يكون البحث. هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك، أشارت إلى الأسلوب الذي ينبغي اتباعه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وللدعوة إلى الحق، نعم. سواء نحن أتباع مدرسة أهل البيت أو ماذا؟ مدرسة الصحابة، نعم. القرآن يعطينا الأسلوب، الطريق الذي لا بد من اتباعه. انظروا بشكل دقيق، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، نعم. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الذي تفضلتم به، نعم. جيد، هسه ما هو المراد من الحكمة؟ في الواقع أنا لا أريد أن أقف عند تفسير الآية المباركة لأن البحث مفصل، وأنا أريد أنه فقط أشير إلى النكات منها. ما هو المراد من الحكمة؟ ما هو المراد من الموعظة؟ الآن أضعه جانبا. أما انظروا إلى قوله بالتي، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأنا أتصور الإنسان عندما ينظر إلى هذه الفضائيات واقعا يجد بأنه حكمة وموعظة أو جدال بالتي، من الواضح أنه جدال، نعم. لا اسمحوا لي يا دكتور، تسمحوا لي، من الواضح أنه لا هو حكمة ولا هو ماذا؟ موعظة. وإنما هو ماذا؟ جدال. جدل وجدال ومناظرة بين طرفين وبين شخصين. سؤالي الذي أريد أن أنا أطرحه على المشاهد الكريم، واقعا هذا الذي تجدونه على بعض الفضائيات بينكم وبين الله أساسا فيه حسن أبداً. أو كله اتهام سباب وتكفير وتسفيه؟ ويكفي أن تنظر لدقائق إلى الشريط الخبري الذي يوجد ماذا في القناة، يعني ما من كلمة بذيئة
وما من سب وما من اتهام وما من طعن إلا ويوجه ماذا من هذا الطرف لذاك الطرف. أحسنتم. بينكم وبين الله، أهذا هو منطق القرآن؟ أبداً. والمتحدث يتحدث أنهم لماذا تسبون لماذا؟ يا أخي الآن كل بحثك من أوله إلى آخره ما هو يقوم على سب وشتم وطعن وتسفيه وتكفير وإلى غير ذلك. أين هذا من منطق القرآن الذي يقول وجادلهم؟ التفتوا جيدا، القرآن لم يقبل وجادلهم. لو كان يقول وجادلهم كان صحيح، لم يقبل حتى الجدال بالذي هو حسن. نعم. قال وجادلهم بالذي هو أحسن، بالتي هي أحسن. أحسن يعني الجدال بهذا المعنى يكون على أنحاء ثلاثة. نعم. النحو الأول الجدال مطلقا حتى ولو كان بنحو ماذا؟ قبيح. نعم. الهتك والسب والشتم إلى غير ذلك، هذا نحو من الجدال، وهذا الذي نحن نجده في العام الأغلب على الفضائيات. النحو الثاني الجدال بالتي هو حسن. نعم. والنحو الثالث أحسن. الجدال بالتي هي ماذا؟ أحسن. أحسن. القرآن يقول ينبغي أن يكون الجدال ماذا؟ الثالث. بالنحو الثالث، ولا يوافق على النحو الثاني فضلا عن النحو ماذا؟ الأول. النحو الأول. إذن كيف يمكن أن نقول نحن من أتباع القرآن وأسلوبنا ذاك الأسلوب الذي نحن نجده؟ وواقعا أربأ بنفسي أن أذكر الكلمات والموضوعات والأبحاث والاتهامات التي تقال في مثل هذه الفضائية. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية وهي من الآيات المهمة في هذا المجال، وهي الآية الواردة في سورة سبأ، وإنا وإياكم أو إياكم. نعم. لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه الآية المباركة التي هي واردة في سورة سبأ، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا أنه هذه الآية متى جاءت. التفتوا جيدا موضع الآية المباركة. قالت الآية، الآيات التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وآله مع من؟ مع الكفار، مع الكفار، مع المشركين، مع الذين قالوا ماذا؟ مع الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هؤلاء كانوا صريح. نعم. لهم شرك ماذا؟ صريح وواضح وجلي. ولكنه تجد أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يتكلم معهم لا يقول إذن أنا على الحق وأنتم على ماذا؟ على الضلال. على الضلال، لا يتكلم بهذا المنطق. وأنا أستغرب أن بعض من ينسب نفسه إلى أهل العلم ويقول بأنه أساسا مدرسة أهل البيت وأن الشيعة أساسا مذهب مدخول على الإسلام. هو هذا منطق القرآن؟ هو هذا الأسلوب الذي علمنا القرآن؟ الله ما أمر نبيه بنا أبدا. القرآن الكريم يعلم رسوله، يقول لرسوله قل لمن هم على الشرك الجلي والشرك الصراح والواضح لا تتكلم معهم بلغة أني على الحق ولا ريب وأنك على الباطل والشرك والكفر وكل ما تريد أنت وأنت على كذا، أبدا. يتكلم معه بلغة ماذا؟ بلغة وإنا أو إياكم، أحدنا على كذا وأحدنا على كذا. على كذا. نعم. وطبعا القضية سكت عنها. أحسن. يعني لعلي أنا على الحق وأنت على الباطل أو بالعكس، ولعل الأمر يكون ماذا؟ بالعكس. انظروا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من تفسيره القيم
في الميزان صفحة 374 من تفسيره ماذا يقول عن الآية؟ يقول تتمة قول النبي، وهذا القول بعد إلقاء الحجة القاطعة ووضوح الحق في مسألة الألوهية، يعني بعد أن ألقيت عليهم الحجة وتمت عليهم الحجة، مو قبل ذلك، قل مع ذلك لعلي على هدى وأنتم على ضلال، أو يكون الأمر بالعكس، مو قبل إلقاء الحجة. وأنا لا أتصور أن أحدا من المتكلمين يستطيع أن يقول أنه ألقيت الحجة علينا كاملة ونحن ماذا لم نقبلها، ليس الأمر كذلك. في الابتداء يبدأون بأن هؤلاء كذا، وأن هؤلاء مجوس، وأن هؤلاء أصولهم فارسية، وأن هؤلاء أصولهم يهودية. يا أخي هذا ما أعرف والله، هذا المنطق من أين جاءنا؟ هذا المنهج من أين جاءنا؟ يقينا ليس هو منهج ماذا؟ للقرآن، ليس هو منهج القرآن، وليس هو منهج النبي الأكرم، ليس هو رسالة النبي الأكرم، ليس هو أسلوب النبي الأكرم. أسلوبه هذا الذي أشار إليه القرآن الكريم، قال مبني على سلوك طريق الإنصاف. ومفاده ما هو هذا السلوك؟ ما هو هذا الأسلوب؟ ومفاده أن كل قول إما هدى أو ضلال. أحسن، خلص. وماذا بعد الحق إلا الضلال. ضلال. يقينا أنا ما أقول إما أنا على الحق وما يقابلنه هو على ضلال، أو احتمال أنه الأمر ماذا معكوش. أن يكون الأمر بالعكس. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعدد الحق، هذا غير معقول. أحسنت. وماذا بعد الحق إلا ماذا الضلال. إلا الضلال، والحق واحد. نعم، من عند الواحد. لا يمكن أن يتعدد الحق من ربك، هو الحق الله. وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. يقول إما هدى أو ضلال لا ثالث لهما نفيا وإثباتا، ونحن، يعني هذا النبي يقول في القرآن، ونحن وأنتم على قولين مختلفين لا يجتمعان، فإما أن نكون نحن على هدى وأنتم في ضلال، وإما أن تكونوا أنتم على هدى ونحن ماذا في ضلال. في ضلال. فانظروا بعين الإنصاف إلى ما ألقي إليكم. أحسن. الآن نحن والله كل هدفنا، وسأبين بعد ذلك، كل هدفنا أن نذكر حجتنا ونذكر دليلنا ونذكر ما نعتقده. فإن تمت على المشاهد الكريم الحجة وقنع بها واقتنع بها فبها ونعمت. أحسن. وإن لم يقتنع هو حر. هو حر ماذا؟ نعم. من شاء فليقبل ومن شاء ماذا فليرفض. ما عندنا مشكلة. إلى ما ألقي إليه من الحجة وميزوا إلى آخره. طبعا أنا هنا بودي أن أشير إلى نكتة، وهي نكتة مهمة الآية المباركة أشارت إليها. التفتوا إن الآية ماذا قالت؟ قالت وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا نظرنا إلى الجملة الأولى، طبعا هذا الاحتمال قائم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يكون على الهدى ومقابله يكون على الضلال. على الضلال، أو يكون الأمر ماذا معكوسا. ولكن الجملة الثانية بيّنت ولكن بشكل لطيف غير مؤذي. نعم، غير مؤذي. لا يوجد فيه إهانة للطرف الآخر. أحسنت. لا يوجد فيه توجيه أنك على ماذا، على باطل. قالت ماذا؟ لعلى هدى أو في ظلال، على نحو اللف والنشر المرتب كما ذكر. يعني وإنا مرتبطة بماذا؟ بالهدى. لعلى هدى. نعم. أو إياكم مرتبطة بماذا؟ بالظلال المبين. بالظلال المبين. أحسنتم. إذن الآية بشكل دقيق وبأدب رفيع وببيان بليغ أوصلت لنا أن النبي هو على الهدى والآخر ماذا؟ على الضلال. ولكن بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب. أحسنتم. بهذا المنطق واستعمال أو سمح السيد أيضا. أحسنتم جزاكم نعم. الله خيرا، تشير إلى هذه النقطة. بلي، ماذا تريدون أن تقولوا؟ وإنا أو إياكم. نعم. لو قال وإنا وإياكم. نعم. لتساويا في حتى في النتيجة. أجزاكم الله خيرا. أحسنتم. نعم. إذن لا يريد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا يقول لنا قائل يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يشك في نفسه أنه على الحق والآخر على الباطل حتى يقول هذا الكلام. لا لا لا، كان على بينة من ربه أنه على الهدى وأن الآخر ماذا، ولكن لا يجابهه بذلك، لأنه لو جابهه مباشرة وقال أنت على ضلال وآباؤك على ضلال وأنت على سفا وآباؤك على سفا ومذهبك مدخولون وأنت
وأوجد جدارا، هذا الجدار بعد يمكن اختراقه أو لا يمكن اختراقه؟ لا يمكن اختراقه أخي العزيز. ولذا أنا بودي أن المشاهد الكريم، والله أقول هذا الكلام بشكل عام، لا أقوله فقط لمدرستنا ولأتباع مدرستنا وللمبلغين منا وللخطباء ولأهل المنبر وللفضائيات، لا فقط هذا، حتى أولئك الطرف الآخر، أقول لهم إذا أردتم أن تنفذوا إلى قلوب الناس، نعم، فبدلوا هذا الأسلوب. هذا الأسلوب لا ينفع أبداً. هذا، نعم، الأسلوب يوجد جدارا من البغضاء والشحناء والفتنة والتفتيت ونحو ذلك. نعم، إذا نقف عند الفاصل سماح سيد. بعد الفاصل، نعم، سنكون إن شاء الله تعالى مع هذا المحور والمحور الذي بعده. وشكرا لكم سماح السيد. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله. تحية لكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، كما نحيي سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أحسنتم، حياكم الله. إذن سماحة السيد، وقفتم قبل الفاصل عند هذا الأسلوب الذي تفضلت. أنا أعتقد بأن الأسلوب الذي اعتمده القرآن هو أسلوب اللين، كما أشرتم في الفاصل دكتور. نعم، فقولا له قول اللين. أحسنتم، الله سبحانه وتعالى يأمر موسى أن يذهب إلى من ادعى قال أنا ربكم الأعلى. نعم، يعني المنطق الفرعوني، ولكنه منطق القرآن ومنطق النبوة ومنطق الرسالة والمنطق الصحيح. قولا له ماذا؟ قولا لينا. قولا لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حسن. وأنا أتصور من أوضح مصاديق الفظ هو أن الإنسان يتهم الآخر، يسقط الآخر، يهين الآخر، يتجاوز على من يعتقد به الآخر. هذا ليس صحيحا، هذا ليس منطقيا. القرآن الكريم يقول بأنه لا تسبوا، الآية المباركة، أنا ما أسأل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. هذا المنطق منطق قرآني يقول. نعم. ما ينبغي أنك تتجاوز على ماذا؟ على معتقدات الآخرين، على أفكار الآخرين. نعم، جادلهم بالتي هي أحسن، هي أحسن. وهذا قانون. نعم، وهذا قانون إلهي يا أخواني الأعزاء. وكما قلت، هذا الكلام لا أوجهه فقط إلى المبلغين والعلماء والذين يخرجون على الفضائيات أو يكتبون في الكتب أو في الأقراص أو ينشرون الأقراص إلى آخره، لا لا لا، أو في المواقع الإلكترونية. يا إخواني أيها الأعزاء، المنطق القرآني هو منطق اللين، هو منطق وجادلهم بالتي هي أحسن، هو منطق الموعظة الحسنة، هو منطق وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو المنطق. ولذا في الواقع أنا من الذين أعتقد بأنه هذا المنطق هو الذي لا بد أن يسود في الحوارات العلمية. وأنا يكفيني واقعا لا أقول ولا أعلق على بعض هذه القنوات الفضائية والتي لا يعلم واقعا من أين بدأت وإلى أين تريد أن تنتهي. أنتم انظروا إلى هذه الفضائيات، انظروا بينكم منطقها عجيب. القرآن، أنا إذا تسمح لي دكتور، تفضل. هذا المثال أريد أن أشير إليه. تفضل. نحن عندما نأتي إلى أهل الجنة نجد بأن أهل الجنة الخطاب الذي بينهم أي خطاب؟ خطاب سلاما. أحسن. سلامة. سلامة، يعني الخطاب الذي يحكمهم لا أي خطاب؟ لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيم. نعم. وإنما هو خطاب السلام. أحسن. هو خطاب الأمن، هو خطاب هو هذه اللغة. ولكن عندما نأتي إلى منطق أهل الجنة وخطاب أهل الجنة بعضهم مع بعض، أهل النار تقصدون؟ عفوا، أهل النار. نعم. ماذا تجد؟ كله اتهام وسباب. لا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. لعنت أختها. يا إخوان الأعزاء، هذا منطق قرآني، وهذا مثال قرآني، وهذا أصل قرآني. أننا إذا كنا نعتقد أننا نعيش مجتمعا إلهيا
فلا بد أن يكون خطابنا خطابا ماذا؟ سلاما. سلامة. سلامة. فإذا وجدتم أن الخطاب تبدل من سلاما سلاما إلى كلما دخلت لعن، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أختها. هذا بعد المنطق أيكم؟ منطق إلهي أو منطق شيطاني؟ هذا منطق أهل النار. هذا منطق أهل النار. وأنا أتصور أن هذا الميزان يكفي للمشاهد الكريم أن يميز أن هذه الفضائية وأن القائلين فيها وأن المتحدثين فيها بأي من أي جهة كانت وبأي عنوان كان ومن أي مدرسة كانت لا يفرق عندي الآن. أنا لا دا أتكلم في الطرف الآخر، لا أبدا أبدا. الفضائيات إذا كان المنطق والخطاب الحاكم عليها هو منطق سلاما سلاما اطمئنوا، هذا هو المنطق القرآني، وهذا هو منطق أهل ماذا؟ أهل الجنة. وهذا هو منطق أهل الإيمان، وهذا هو منطق المسلمين والمسلم والمؤمن. طبعا سلاما سلاما هذا بيودي أن يقول يعرف المشاهد الكريم أنه هذه القضية ليست فقط سلاما سلاما، نحن الآن نسلم على الجميع، من نعرفه ومن ماذا لا نعرفه. ولذا نجد بأنه الإسلام وضع شعار المسلم هو ماذا؟ السلام. هو السلام شعار المسلم، أينما دخل وأينما حل وأينما ارتحل هو ماذا؟ سلام. هو السلام. فإذا نظرتم إلى الفضائية والقائلين والمتحدثين فيها، منطقهم سلاما سلاما، منطقهم منطق الوئام، منطق المحبة، منطق كشف الحقيقة، منطق المودة، هذا هو المنطق القرآني والأصل القرآني. أما إذا وجدتم أن المنطق منطق الاتهام ومنطق التكفير من أي كان، من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، يسمي نفسه عالما أو يسمي نفسه من أهل العلم أو يسمي نفسه أحد الأعلام، فليسمي. قلت في الحلقة السابقة في كلمات الإمام أمير المؤمنين قال وآخر قد تسمى عالما وليس به أخذ جهائل من جهال. أحسن. والإمام سلام الله عليه خطبة مفصلة الآن مو وقت أشرحها، والإمام يبين خصوصيات هذا الإنسان، يقول بأنه كيف تميز أن هذا الإنسان عالم حقيقي أو إنسان متلبس بالعلم، عالم حقيقي أو إنسان جاهل وظاهره هو ماذا؟ ظاهر علم. ظاهره العلم. يقول انظر إذا كان ينقلك من الشك إلى اليقين فهو عالم، أما إذا كان ينقلك من اليقين إلى الشك فهو جاهل. نعم. فهو جاهل. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر ذيك الخطبة يقول وهذا الإنسان والظاهر والصورة والشكل شكل إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. أحسنت. هذا الإنسان ميت من حيث الإنسانية وإن كان حيا من حيث الحيوانية والبهيمية والسبعية. طبعا أقول هذا الكلام عام حتى لنفسي، أوجه هذا الكلام لنفسي أولا، أنه ينبغي أن يكون منطقنا أسلوبنا خطابنا خطاب قائم على أساس المودة، إنما المؤمنون إخوة. لا يقول لنا قائل بأن المراد من الإيمان هنا يعني أتباع مدرسة أهل البيت، أنا لا أقبل لا أوافق على هذا الإصطلاح في القرآن. نعم في بعض الروايات أطلق الإيمان على أتباع مدرسة أهل البيت، وإلا القرآن يطلق الإيمان نعم. حتى على أتباع ماذا؟ الشرائع السابقة هم مؤمنون أيضا. إذن الإيمان له درجات، وهؤلاء كلهم والمؤمنون جميعا ماذا؟ يشتركون في هذه الدرجة، يشتركون في مسألة نعم. نعم أحسنتم كثيرا. معنا اتصال سماحة سيد الأخ أبو حيدر من البحرين، تفضلوا أبو حيدر تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ مرحبا بكم مولانا. تسمع صوتي؟ نعم. نسمعكم تفضلوا. نعم مولانا، القرآن الذي بين أيدينا هل هو نفس القرآن الذي عند إمام المهدي عجل الله فرجه؟ أحسن. هذا السؤال. نعم. السؤال الثاني، القرآن الذي بين لفينا أمامك المصحف عدل؟ طيب نعم. ممكن تقرأ لي آخر تعريف المصحف بين يديك؟ نعم. أعد السؤال الثاني يا أبو حيدر.
سؤال الثاني عندنا نعم يسمع أمامك مصحف إني أراجع أمامك مصحف نعم نعم افتح إلى تعريف المصحف الصفحة الأخيرة تعريف المصحف يعني ماذا تريد من آخر صفحة من تعريف المصحف ماذا تريد منها لا أريد أن الشيخ يقرأ أمام العالم أدري تريد يعني أين طبع نعم لا 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 أين طبع بل أريد أن يقرأ لي تواتر إسناد القرآن فإذا سؤالك أقرأه لكم لا أقول ما هو سؤالك كتب هذا المصحف هذا معلش أنا عاود أتكلم مع الشيخ كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي نجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الله الرحمن عبد الله بن حبيب السليمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب. وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف طيب. التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان طيب وهذا القرآن هذا ليس من القرآن هذا كتاب الخليج إلى مكة والبصرة والكوفة والشام والمصحف الذي جعل أهل المدينة ما هو والمصحف الذي اختص به نفسه نعم. وعن المصاحف المستشفى طيب. منها وأدوير ذلك ما نقرأ شيء طيب أين السؤال نعم هل هو المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان هو نفس المصحف مصحف فاطمة وهو نفس المصحف عند المهد المنتظر طيب رجاء لا رجاء وصل في حديث الكافي قال لدينا مصحف يسمى مصحف فاطمة وهو لن يراه إلا عند إمام المهدي طيب فإذا قلت تأويل أو تفسير فمعنى التفسير الذي أمامك الآن ليس تفسير صحيح وليس بالتفسير أهل البيت ولكن تفسير صحيح عند أهل البيت هو عند المهدي المنتظر يعني وصلت نعم وصلت فكرتكم وصلت فكرتكم واضح وصلت معنا الأخ أبو علي من السعودية أبو علي تفضلوا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مساك الله بالخير يا شيخ مرحبا بك الله يمسك بالخير يا أستاذ جابر حياكم الله بارك الله فيكم تفضلوا سؤالي للشيخ عندي سؤالين خفيفين الأول مطلوب يا فضيلة الشيخ الله يطول عمرك أنت ناظر حدا علماء السنة طيب وتتفقون على أسئلة محددة تناظرون فيها ما الواحد يتكلم وحده وكان يعني ولا يقدر يقابل هذه مشكلة طيب نعم. السؤال الثاني نعم السؤال الثاني يا طويل العمر ما هو اسم المهدي المنتظر اللي هو غايب الآن في السرداب له 1200 سنة نعم هذا يسأل سمعت السؤال يسأل عن اسمه أم ماذا قال الأخ أقول أسأل عن اسم الإمام طيب اسم الغائب اسم, الله اسم الإمام الغائب الذي طيب. هو الآن في السرداب له 1200 سنة طيب ستعرف أنه يعني. كان في السرداب أو لا ولكن السؤال عن اسمه طيب السؤال أيوة. عن اسم الإمام الغائب طيب وصلت الفكرة شكرا حياكم الله شكرا لكم نعم طيب إذالة معنا الشيباني من الرياض تفضلوا من المملكة العربية السعودية الأخ الشيباني تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام على شيخنا الفاضل حياكم الله تفضلوا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفيكم تفضلوا ونشكر لكم حصولكم للإيمان وشدتكم للإيمان وتجويدكم للمؤمنين نعم. في كل مكان حياكم أخواني أنا أريد أن أتحدث في موضوع يعني يجب للمسلمين أن يلتفتون إليه وهي حديث الراية والحديث القدسي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى بجبريل عن الولاية نعم. يعني أي كيف إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن هذا الرجل ولي له فإن أعداء فإذا صرنا أعداء له فإن معناه أعداء إلى الله طيب. كيف لنا إذا كان الحديث هذا الحديث الرائي ما زال الرجل يتقرب لي حتى أحبه فإذا أحببته وصلت بصر الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به أين هذا الرجل يجب المسلمين أن يتفكروا بين هذا الرجل حتى لا نخطئ عليه حتى لا نعديه حتى لا نكون ضده فإذا كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت هذا الرجل بحديث الراية للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم صلى الله عليه وسلم أن الراية غدا رجل يحب الله ويحب رسوله نعم هذا دليل ويحب الله ويحب رسوله نعم الرسول ما ينطق عن الهوى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الطيبين الطاهرين نعم أثبت بالراية أن علي بن أبي طالب نعم هو الولي الذي يحب الله يعني إعلام من الله بأن الله يحب علي نعم ما سمعت أن في واحد جاءه
وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وآله إن الله يحب فلان. أحسنتم، نعم حياكم الله. وأنا صراحة يعني من الناس اللي شد على أيدي أخوان في إيران وشد على الحصن إن الله هم حصن الإيمان، أنتم حصن الإيمان، حياكم الله. رضا لرضا ويزعل لي. بارك الله فيكم، حياكم الله. شكرا للأخ الشيباني. معنا الأخ، معنا الأخ عباس من النجف الأشرف، تفضل أخ عباس. فقط أخوش قد أكو باقي وقت دكتور. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وقت نجاوب على نعم، تفضل أخ عباس. أخ عباس أول مرة ندعو أن تدعونا وإحنا بدعاكم أحوجوا إن شاء الله ندعوكم يم الإمام علي. هاي جزاكم الله خير. سمعت السيد الآن العالم كله أدرك أمور ما ظلت غايبة مثل ما كانت قبل، يعني هاي القنوات أصبح أمرها معروف وهدفها معروف، هدفها هو هدف سياسي أكثر مما هدف ديني ودم شمل الإسلام والمسلمين، هدفها تفرقة، هدفها انحراف عن الدين الإسلامي. هاي النقطة. النقطة الثانية حبيت أوضح المسألة، وهي اللي دائما هيجي قنوات وهيجي شخصيات يدخلون من خلالها لتفرقة الإسلام والمسلمين. النقطة هي مع الأسف إحنا كمذهب جعفري وكمذهب شيعي ما غطينا تغطية كاملة لدور الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، يعني ما غطيناهم في ذاك الدور المهم، وصورنا للعالم أنه إحنا ضد كل الأصحاب، وهذا مفهوم خاطئ. نرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر. طيب. إحنا مو ضد عمار، لو جابر بن عبد الله، لو المقداد، لو كثير من الأصحاب. إحنا ضد أشخاص أو مو ضد، نختلف مع أشخاص كان لهم موقف سلبي في الإسلام. هذا اللي عندنا. طيب. من سماحتكم وصلت الفكرة. إنه إحنا ما عندنا مشكلة ويا كل الأصحاب. نعم. أصحابهم. حياكم الله. نعم. اللي تأسس الإسلام على أيديهم. نعم. طيب. لكن عندنا مواقف معينة. ضد بعض الأشخاص. نعم. اللي كان موقفهم معروف وهذا اللي هو من خلاله يدخلون دولة ويفرقون المسلمين. جي. جزاكم الله. حياكم الله. شكرا. تسمحون ما أدري المخرج إذا يسمحنا. نعم. إذن نكتفي بهذا. بلي بلي أنا عندنا 12 دقيقة. جي. إن شاء الله. السؤال الأول اللي طرح الأخ. نعم كلي. الأخ أبو حيدر من البحرين يعني يقول. نعم. هل القرآن الذي بين أيديكم هو نفس القرآن الذي عند المهدي؟ هذا السؤال. الجواب. نعم. اتفقت كلمة علماء مدرسة أهل البيت إلا من شذ منهم، وهذا الشذوذ ليس فقط في مدرسة أهل البيت، هذا الشذوذ أيضا يوجد في مدرسة الصحابة. والآن ليس حديثي عن تحريف القرآن، فقط أريد أن أقول لك في جملة واحدة أخي العزيز، تسمح لي دكتور تفضل. أنه هذه المسألة إن شاء الله أنا بعد ذلك سأطرحها بشكل دقيق ومفصل، ولكنه الآن فقط للإشارة أشير إلى هذه القضية. يوجد عندي كتاب هذا الأخ العزيز من البحرين بإمكانه أن يراجع أصول التفسير والتأويل، هناك في صفحة 495 أنا فقط أنقل علماء المدرسة، مدرسة أهل البيت الذين آمنوا بأن القرآن لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف بالمعنى الذي هو التحريف. الآن لست بصدد تعريف التحريف، أن هذا القرآن الذي نزل على قلب الخاتم هو هذا القرآن الذي بأيدينا، وهو القرآن الذي سيظهر على يد من؟ المهدي على يد المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، إذا كان هناك اختلاف فهذا الاختلاف مرتبط بشأن نزول الآيات بترتيب السور أو بعض الآيات. أحسن. وإلا لا يزاد فيه لا آية ولا سورة ولا غير ذلك. أحسنتم. نعم. انظروا ماذا يقول الشيخ الصدوق الذي هو من علمائنا الكبار، يقول اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب كاذب كاذب. أحسن. ولكن ماذا نفعل كما ذكر هذا الأخ العزيز بأنه الفضائيات تريد أن تنقل بعض الكلمات الشاذة وتنسبه إلينا؟ إذا تسمحوا لي دكتور. تفضل.
نفس هذا الكلام للشريف المرتضى المتوفى 436 ونفس هذا الكلام للشيخ الطوسي وهو من كبار علمائنا، قال: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به. فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. وهكذا الشيخ الطبرسي صاحب التفسير، وهكذا الشيخ كاشف الغطاء، وهكذا الفيض الكاشاني، وهكذا السيد الشريف الرضي، والشيخ المفيد، وقطب الدين الراوندي، وابن شهراشوب المازندراني، وابن إدريس، وهكذا إلى أن ننتهي إلى السيد الخوئي والسيد عبد الحسين الأميني صاحب الغدير والطباطبائي وكل علماء الطائفة على مر التاريخ. هسه يأتي شخص في مسألة، وهذا سأعرض لها فيما بعد ذلك. إذن أخي العزيز، هذه تهمة لا أصل لها، وأنا أحملها واقعا على الغفلة وعلى الجهل، لا أتهم أحدا، ولكن أحملها على الجهل وعدم الإطلاع وعدم المعرفة بمدرستي. أحسن، في البخاري ومسلم أضعافها. لا أحسن، هذه قلت أنه مثل هذه. وعندما ننقل افترضوا لهم روايات، أما الرواية التي نقلها عن الكافي، أخي العزيز، كما إحنا عندما ننقل من كتبي ومصادركم الأصلية كالبخاري ومسلم وغيرها، تقولون أن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند، أو لا نقبلها، أو مجهولة، أكل الدجاج وسقطت سورة وكذا وكذا، وهكذا. إحنا عندنا مولانا لم نقل الرأي التحقيقي عند علمائنا أن ليس كل ما ورد في أصول الكافي صحيح يمكن الاعتماد ماذا عليه، وإنما هو تراثنا فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، كما أنه في تراث الآخرين. هذه القضية ما مختصة بمدرسة أهل البيت، موجودة في جميع المدارس الأخرى. أحسنتم. هذا في سؤاله الثاني. نعم، يقول: مصحف فاطمة هل هو نفسه؟ الجواب أخي العزيز، مصحف فاطمة، المصحف أخي العزيز ليس اسما مختصا بالقرآن الكريم. أي كتاب آخر تستطيع أن تسميه صحف، ماذا؟ صحف مجموعة، صحف يعني مولانا، في صحف مكرمة مولانا. لا علاقة لها. صحيفة أعمال، صحيفة الأعمال، صحيفة الكذا إلى آخره. ليس مصحف فاطمة مرتبط بالقرآن الكريم لا من قريب ولا من بعيد. إذن لا يوجد فيه شيء يرتبط ماذا؟ هو بالنص، بالنص، ليس فيه من قرآنكم شيء. أحسنتم، ليس فيه من قرآنكم شيء، يعني أمور خارج عن هذا. أما من يريد أن يتم، وبحمد الله تعالى كتبت كتب ورسائل تبحث هذه القضية بشكل ضافي وواضح وصريح. أحسنت. والمصحف هو من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم على الآن، ما ندخل في التفاصيل دكتور كما تعلم. إذن أجبتم. نعم. السؤال بالنسبة للأخ أبو علي يقول: نعم، يعني هناك مشكلة بالمناظرة لأن كل طرف يتحدث بمعزل عن الآخر. لا أبدا، أنا قلت هذا المعنى. شوفوا، أنا هذا الذي قلت بأنه أساسا عندما تجعل مناظرة ويدخل فيها غير المتخصص. شوفوا الآن أنتم السائلين، وأنا واقعا احتراما لوجهات نظركم أجبت على أسئلتكم، وإلا هي هاي الأسئلة بعيدة عن ماذا؟ عن موضوع حوارنا. أخي العزيز، إخواني الأعزاء، إخواني المؤمنين، إخواني المسلمين، من أي فرقة، من أي مدرسة كنتم، كان بإمكانكم أن تتكلموا عن الموضوعات التي أشرت إليها. نعم. وإطمئنوا، سوف أتكلم عن مسألة تحريف القرآن، وأتكلم عن مسألة العترة ومرجعية العترة، وأتكلم عن الصحابة وهذه التهمة التي توجه إلى مدرسة أهل البيت أنهم لا يقبلون الصحابة. هذا كله سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك. نعم، بإمكانك أن تسمع حججي وبذهن واع ومنصف تطلب الحقيقة. اسمع مني واسمع الآخرين، وهذا هي الأطروحة التي أطرح أقولها. نعم. أن تسمع مني جيدا، وتسمع من علمائك ومن مبلغيك وأهل العلم عندك، فإن وجدت الحق معهم فطوبى لك. أحسن. وإن وجدت الحق معنا أحسنتم فطوبى لك. نعم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسنتم، عباد الذين يستمعون القول. نعم. فيتبعون أحسنتم. أحسنتم. بالنسبة لاسم الإمام عينه رسول الله، قال: يواطئ اسمه اسمي، فمن فيهم من عنده. أحسنتم. محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن العسكري، وهذه أيضا دعوة فارغة، وإن شاء الله تعالى سأقف عليها تفصيلا في أبحاث مطارحة، في أبحاث الأطروح المهدوية، وأن هذه الدعوة وأنه في السرداب، وأن هذا الكلام. أحسنتم. أخي العزيز، إذن سمح سيد نبه الإخوة. نعم. كل المسائل
مسائل تتعلق بالإمام المهدي. أحسنتم. نرجو أن تكون يوم الأحد الأسئلة أحسنتم. المتعلقة بها أطرحوها. وهنا أيضا في جملة أجيب الجواب. نعم. هذه الدعوة أنه أساسا في السرداب صار لمدة 1200 سنة، هذا الكلام أخي العزيز كلام الفضائيات، وإلا لا يوجد علماؤنا من أحد من علمائنا يقول أن الإمام سلام الله عليه في السرداب. أحسنتم. بالنسبة لأخي الشيباني يشكركم ونعم يشد عليه ويقول الرسول قال في علي بالإجماع يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أحسنتم. نعم، ولم يقل لذا لم يعني يزكي أحدا غيره بهذه التزكية. جيد. فلماذا يتصرف الأنظار عنه؟ العزيز انتظرني كم حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنرى بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله فقط زكى عليا. نعم. أو زكى عليا ماذا؟ والعترة أهل البيت. وإن شاء الله العترة أساسا. نعم. لا أقول أهل البيت لأنه قد يقول أهل البيت يشمل النساء. أحسنت. النبي وأعمام النبي وعائلة النبي وأقارب النبي. نعم. لا أتكلم عن ماذا. أحسنت. عن العترة الذي لا إشكال أنه بعد العترة لا تشمل ماذا أبدا. نساء النبي. نعم. سأتكلم من مصادر الفريقين من الأحاديث المتفق عليها بين علماء المسلمين على صحتها وتواترها، وسيتضح لك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أوصى وأعطى المرجعية للعترة أو فقط أعطى المرجعية ماذا لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا أنه يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فقط لعلي موجود، لا يوجد لغير علي. لا تقل في كتبنا يعني في صحيح البخاري، هذا ليس حجة علينا. الأحاديث المتفق عليها على بين الفريقين وعلى صحتها هي ماذا؟ هذه الأحاديث، هي الأحاديث، وهذا الأحاديث أحاديث متفقة. أنتم لا يوجد عندكم في من تولوا بعد رسول الله سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث يوجد حديث صحيح متفق عليه بين الفريقين. إذن هذا مختص بمن؟ بعلي بن أبي طالب. فلماذا تجعلونه للصحابة جميعا بأيهم اقتديتم؟ أحسنتم. بل لم يدع علي أحد حتى عندهم أنه من المطهرين بآية التطهير غير علي. وسيأتي أحسنتم. وسيأتي إن شاء الله. طيب. أبحاث مفصلة فقط. أحسنتم. انتظرني قليلا إن شاء الله. لأنه أنا دعوت في المقدمة قلت واحدة من أهم أسباب اختياري لهذه الأطروحة أننا سنختار موضوع ونحققه علميا ومنهجيا. أما إذا صارت حالة ارتجاع أنه كل يدخل ويطرح سؤال، هذا لا يمكن تحقيق البحث في هذه. تشويش أكثر منه. أحسنتم. بالنسبة للأخ عباس إذن أجبتم إجمالا. نعم. ونحن نجل الصحابة كما يعلم واقعا الله. أحسنتم. هذه دعوة يحاول البعض أن يوجد بيننا وبين المسلمين جدارا عندما يتهم أتباع مدرسة أهل البيت أنهم يكفرون الصحابة. لا، ليس الأمر كذلك. نحن نجل الصحابة ونحترم الصحابة، أولئك الذين جاهدوا وقاتلوا وقتلوا بين يدي رسول الله، هؤلاء لا يقاس بهم أحد. هسه فيما يرتبط بأصحاب الإمام الحسين له حديث آخر الآن ما أريد أدخل فيه، ولكنه إخواني الأعزاء نحن حديثنا مع بعض الصحابة وذلك بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لا مع الصحابة في زمن من أحسنتم. الرسول الأعظم. وهذا ما سأعرض له إن شاء الله تفصيلا، وهو العترة في مصادر الحديثية. نعم. للمدرستين. نعم. والصحابة في المصادر الحديثية إن شاء الله تعالى. ونحن مع القرآن وما محمد إلا رسول قد خلى، ثم يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم. إن شاء الله يأتي كله حديثنا مع المنقلبين، وخصوصا الآية. نعم. السابق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اللي هي من أهم الآيات التي يستشهدون بها على عدالة الصحابة أو مرجعية الصحابة. نعم. هذا كله بحثه إن شاء الله. أحسنتم. في هذه بحث مطارحات في العقيدة سيأتي، وكل الأسئلة المرتبطة بالمهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه إن شاء الله مربوط بيوم الأحد ليلة الاثنين في الأطروحة المهدوية. إذن سيكون لنا لقاء آخر معكم سماحة السيد الأحد القادم بإذن الله في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. نذكر الإخوة المشاهدين الكرام، أشكركم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر شكرا جزيلا، كما نشكر الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء يوم الأحد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.